اهلا بحضراتكم من جديد. جزء من سلامة الموقف الإداري في النادي الأهلي وانضباطه فيما يخص كرة القدم، لأن كرة القدم بكل تأثيرها بكل أهميتها بكل ارتباط الملايين بيها، كان من حسن الإدارة أن أنت بتعمل لجنة تخطيط بتخطط على مدى طويل لكرة القدم وعلى المدى القريب. فشفنا أنه بمجرد ما ريني فايلر السويسري بيمشي في نفس اليوم بيتم التعاقد مع مدرب الصن داونز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني علشان الهدف القريب وعلشان واحد من الكفاءات اللي كانت مرصودة بشكل جيد. ده كان حسن التفكير وحسن اختيار التوقيت. لكن كمان النهاردة لما يطلع لجنة التخطيط مع لجنة مع الجهاز الفني والإداري في النادي أبدأ أحافظ على قوة الفريق للمدى الأبعد، فيتم تجديد عقد أليو ديانج وحمدي فتحي تمديدهم سنتين عشان يكون لسه قدام منهم 5 سنين مع النادي الأهلي يا باشمهندس. احنا قلنا ايه؟ الأهلي أصيل أصلي أصلي جنون مظبوط، مش عشوائي، مش أفكار كده. أنت قلت بمجرد ما مشي فايلر تاني يوم كان في مدرب تاني، ومدرب يناسب المرحلة، وكملنا في سلاسة محدش حس حاجة، بالعكس حس إن في خطوة لقدام. بالظبط. طيب المشهد ده مش بيتسق تماما مع المشهد المادي المالي والإداري عندما انسحبت شركة رعاية بعد أسبوع كان في شركة أخرى بمبلغ أكبر. بالظبط. هذا عملية مواجهة الأزمات بالشكل ده، ده معناه إن وراه إدارة هيملي واخدة خطوة بدري سابقة الأزمة، سابقة المشكلة. ما أنتش بتشتغل كرد فعل، أنت عامل حسابك دايما، عندك خطة ألف وخطة ب، خطة ألف فشلت خطة ب جاهزة للتنفيذ. اللي حصل ده، وأنا عايز أقول حاجة بقى، هيقول لك طب ما هو ده كان من الأول. لا يا جماعة، دي مرتبطة أيضا بنوعية اللعيبة ومدى حرصهم على البقاء، لأن في لعيبة قطعا من اللي مشت النادي الأهلي كان بيتفق معاها من بدري. يعني هو أنت لما يكون لعيب عقده سنة إعارة أنت هتكلمه إمتى؟ قبليها بشهرين ثلاثة، وده اللي حصل. إنما اللعيب بقى رغبته هو إيه؟ دايما لما بيكون لعيب حريص إنه يستمر بتلاقي الدنيا ماشية بسلاسة. يدهشك إن كل اللعيبة اللي جت من بره النادي الأهلي هي الأحرص على البقاء في النادي الأهلي. أيوه. لأنها جت شافت وقارنت باللي كانت فيه. اللي بيعيش العز وياخد عليه ما بيشوفوش. لكن اللي بيجي من بره لا ده الأهلي مختلف، أنا عايز أستنى هنا. اللي جرب غيره. فأنا عايز أقول حاجة، كلمة ولاد النادي تاني وتالت ورابع، أنا ابني اللي يسأل عليا ويديني الدواء، ده ابني اللي يسيبني ويقف على الناصية يلعب مع أصحابه ماليش دعوة بيه.